بعد أكثر من 50 عاما على التجربة البرلمانية في الكويت. صياغة الدستور أعطت السلطة التنفيذية دور كبير في السلطة التشريعية. الأساس هو أن أسرة الحكومة جاءت إلى السلطة باختيار نخبة من الكويت. الكويت أول دولة في المنطقة تمتلك دستوراً مكتوباً وأولها ببرلمان منتخب. مجلس الأمة ليس هو كل الديمقراطية في الكويت.